السلام عليكم. يروي مسلم في صحيحه عن همام ابن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، أي يرمي التراب في وجه من يمدح عثمان. فقال له عثمان: ما شأنك؟ يعني لماذا تفعل ذلك؟ فقال، أي المقداد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ويروي الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، أي يمدحه ويذكر منه الصفات الحسنة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وفي حديث آخر وفي رواية أخرى يقول: قطعتم عنق الرجل. نعم، صدقت يا رسول الله، وكلامك كله حق وإعجاز. صوت المديح المحبب سيلهيك عن تلمس أنات روحك وسيخرس صوت ضميرك. بريق الإعجاب الآتي من الخارج سيحرمك من الوقوف خجلا أمام خالقك، محاسبا نفسك، معترفا بخطائك وتقصيرك. فأكبر جريمة تزوير في حياتك حين تستثمر ستر الله عليك وإعجاب الناس بك، وتصدق أنك براء من العيب وأنك مستقيم كشعاع الشمس. هذه المكابرة هي التي ستمنعك من الاعتراف أمام ذاتك بعيوبك وأمام ربك بذنوبك. نحن عادة نرتب حياتنا من جديد ونعيد حساباتنا حينما تحل بنا الخسارة، ولكننا للأسف لا نرى عظيم خسارتنا عندما نسمع المديح. فلا خسارة تساوي خسارتك لنفسك، لذلك اعترف بخسائرك وأعد ترتيب روحك لتنطلق من جديد. المداحون هم أناس يجعلونك تغتر بنفسك ولا يضعونك أمام الحقيقة، لذلك يجب أن لا تسمع للمديح، ويجب أن تعتبر أن هذا المديح كله هباء منثورا وتلقيه في البحر ثم تنطلق إلى حياتك.